إخواني أخواتي متابعي قناة مأسي مجيد، السلام عليكم. دايرين لاباس عليكم؟ بخير على خير، طول الله تكونوا في أحسن الأحوال. مباشر ديال اليوم من منطقة سيدي بوزيد آسي، جيت هنا ندير واحد الدويرة وقلت نشارك معكم هاد اللقطات هادو. نتمنى الله تعجبكم وما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم. دابا أنا كنتواجد في سيدي بوزيد، دابا غندير واحد طلاينة على الشاطئ الآسي. المباشر ان شاء الله غادي نقسمو على ثلاث اجزاء ولا ثلاثة حسب الظروف. غادي نمشيو ان شاء الله براس الفار ولا الاميرة. هذا هو مسجد الحكمة، كاين في سيدي بوزيد هنايا. Thank you.
بعديرا الا كان اهتزاز الصوره ما عندي شي ستابيليزاتور. غادي نقطع ان شاء الله، عاود نلقاكم واحد 7 دقائق باذن الله سبحانه وتعالى.